نادي الزمالك وقبل عيد الأضحى بيومين. كل سنة وكل جمهور الزمالك العظيم بخير وأعضاء الجمعية العمومية. معي الآن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك. سيادة المستشار، كل سنة وحضرتك طيب، وعيد أضحى إن شاء الله يكون سعيد على حضرتك وعلى جمهور الزمالك وأعضاء نادي الزمالك. لا، هو عيد أضحى على كل الشعب المصري، زمالك وغير زمالك، وعلى كل الشعب الإسلامي، لأن عيد الأضحى ده اللي هو اللي حصل فيه الفداء سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، بيخص كل الشعب الإسلامي والأمة الإسلامية، ما بيخصش الزمالك بس. لكن كل سنة طيبين طبعا أهلنا في مصر والعالم العربي والعالم الإسلامي، وطبعا الزمالك وجمهور الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية. عيد مبارك على كل الشعب المصري.